أسلم على سلامة. بونجور كل مون. بونجور مادي. أسلم على خولة. خليتي واحد جاي اللي فات. خليتي واحد بس معلي. خليني أجرعتك. أنا سيرين واحد. Donc, comme d'habitude, votre émission sur podcast, la quatrième, qui est Charles Montanouzé. La quatrième, très lourde, madame. Très lourde. Très lourde. Très lourde. Hadja de calibre. Hadja de calibre. Mais, donc, l'émission Terre Marie Maclumacalma a dit faire un invité spécial. Elle a invité hors médium, mais un de liaison de médium. Oui, très lourde. Elle a fait un peu. Elle a fait un peu. Elle a fait normalement, en fait, c'est signe que tu as signé. Fumish ma chavée de talat la vitesse de terre. Fumish ma chavée de talat la liaison de la vitesse de terre. Exactement. Alors, lui, on a dit qu'on a qu'il y a un haqaq. Haqaq, j'ai dit que et que tu chafais, Asra. Pour que je lui rende la âme. Marc Lelix, lui, l'emmène. Yash, que. L'emmène. Hamd. شوفي يطلب شوية ما يطلب يعيش ميرسي عليكم ميرسي على الاستضافة ميرسي تري كونتون معناتها نكون موجود معاكم معناتها عايشك مرحبا عايشك انت دابا تشرفت بيك هي شو الكونتكست خاطر المسلسل في اللوجة إلى تي خلينا نقول عمل العيون في رمضان هذا البوز عمل المسلسل باهي فترات كل رمضان في مسلسل يطبع نقول في رمضان باهي وانه يكون انفيتي من المسلسل دور على سيربريز على الاخر انا معارف يعني بس حكيت على المسلسل وما عندي خليني نقول لك اول انفيتي في رمضان اور ميديو اي اور ميديو كان فاهم شكون باش يجي وما بحكم لي كونديسيون في رمضان بدلوا ما جاش ما انت اول انفيتي اور ميديو انفيتي معناها الى كروش مع البوز اللي صار في رمضان راحت من عصابة تحت اللوجة باش نطيح على هيدي العايز باش نطيحوا عليه باهي باش نخليو لك ساعة تقدم روحك في كلمات للكوميونيتي سوميديو علاش خاطر احنا الراديو سوميديو هو راديو لونتربريز الكوميونيتي نتاعنا الكل ريزو سوسيو نتاعنا الخدامة العائلات نتاعهم هذوما الناس اللي يسمعوا كون بارتاج خلينا نقول في الريزو في الميسيون نتاعنا باش نخليوك تقدم روحك اي بالطبع انا نعمل حمد ما عادش كنخليهم يشوفوا تبو حمد يطلعوا خاصة في الما في 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 الشتاء المسلسلات اللي ياخذوا فيهم من تركيا اللي هما راهو غاليين مكلفين مكلفين برشا مكلفين برشا والتونسي في الشتاء نعرفوه معناتها يكش يقعد ما يخرجش معناتها مش كيما في الصيف هو في رمضان يخرج ما يخرجش يعني كان معناتها الانتاج كان يكون موجود معناتها وانا عندي ثقه اللي فما العباد اللي باش تقعد تتفرج وتبقى وقتها ليش تخمه وضغط ثلاثة مسلسلات نسمعها عندنا في الوقت معناتها قداش في الشد مع السيتكون اي مع السيتكون مع البريك مع مع حوايج بعيد هو شوف التوندونس اللي صارت والتبديل اللي صار بعد التسعينات مع ريزو سوسيو مع الانترنت خليت ريالمون الوقت نتاع الفرجه قصير ما عندي لين وباش عقل فرجه ما حاجه برك تفرج فيها باش تخرج وتقرا البرونشي على برشا حاجات اخرين ما لين ما فما مسلسل شيخ وحظ كبير فما شكون باش يبيع ولا يبيع كل عام لازم نلاحظوا فيها صحيح هي اي اللي يبيع علاش تقول يبيع علاش معناها علاش خاطر هاك علاش خاطر يبيع فما الناس تتفرج ما تفرجش انا فقط بعد فرق قلت نتبع بعد رمضان نشوف بديت في رمضان فما مسلسل المين ستريم خلينا نقول البرانسيبال اللي عمل بوز لازم نتبعه ومن بعد فما شكون قام يضرب حاجات اخرين برشا ياسر نتفليكس تاخو كذا اللي منصات برشا تاخو معناها فما عباد تتبع في سيريات بطبيعة تعرف الموضة تاع السيريات ما تلقى في رمضان ديال الموضة فما مسلسل باش ياخذ الفرجة الكل فما مسلسلات كيما انا ممكن نسأل الاسم تاع المسلسل الكل ما يجاوبوكش كيز يجاوبوك انا واحد زوز اللي فريمون تسالين هذا معناتها اللي انا نقول عليه شهر السيريات زاد يظلموا شو معناتها يظلموا بطبيعة معناتها فما ديما مسلسل اهم من مسلسل فما معناتها ماهيش معناتها كلها مش خاص معناتها الكل لكن نقول يظلموا حتى يكون المستوى اقل شوية علاش ما تعطيهش فرصة باش هو يخرج في وقت اخر باش الناس الكل تتبعوا بنفس الصفة فهمت بالطبيعة هو كي مسلسل هذا معناتها ظهر من فوق الناس الكل معناتها تخلي الاخرين ويقعد يشد كان في حاجة واحدة فهمت لو كان هو يتعدى وحده الناس الكل باش تتبع بعد مدة تو يتعدى الاخر الناس الكل وتو تقارن بعض على خاطر مانيش في منافسة معناتها معناتها مخيبها العملية في رمضان تدخل معناتها في منافسة قريب البنية وشكون خير من شكون وشكون اللي أحسن من شكون وشكون فهمت وقت اللي هو ماهيش هو هذا بالأساس هو بالأساس هي عملية فنية باش توصل معناتها الإدارة بتاع الناس باش الناس تتفرج باش الناس تتفرج معناتها في مسلسل ماهيش في بتاع أي شكون أنت خير ولا خير ولا أنا مثلا خير ولا أنت مثلا خير ولا أنت الفكرة نتاعك أهم ولا أنت نسبة المشاهدة أكثر
معناتها شفت القشور نتاع ولات مهمه اكثر من كونتوني اكثر من الميساج اللي تعداو في المسلسلات. فما دي ميساج حلو اللي فما مسلسلات تعديت دي ميساج الحلقه الاخرى نتاع فلوجه نيس تقريبا. شوف خلينا نحكي لك انا قبل ما نسالك انت، خاطر انت من الناس اللي شاركوا في العمل، ما قبل ما نسالك على رايك، خاطر ساعات راي الشخص انت تفرجت في مسلسل بعض صحيح تفرجت ولا خاطر ما تفرجت من نوع اللي تخري معناتها فلوجه. طيب والله تبعت انا مش الكل، تبعت مش الكل خاطر قعدنا نصوروا وهذا يزيد طبعا في وسط رمضان قعدتوا تكملوا فيها اوكي فيه. خاطر المسلسل هذا شد خمسة اشهر خمسة اشهر معناتها مش معناتها فما بتبيع ديما فما مشاكل ديما فما لكن الحاجه اللي مهمه ما عادش نقول لك انا ترجع ماشي برشا اللي خاطر تخدم مع عبد اللي نعرفه معناتها من قبل اللي يشد في الجزئيات مش في الجزئيات معناتها مش بتاعك اللي انا مش بدي نخدمه في شهرين اخذ الوقت نتاعه اللي يلزمه مع الوقت نتاع الممثلين مش تخدم كيما يلزم. انا فما سيكونس نتاع ست دقائق شدينا نهار كامل يعني معناتها شوف قداش المخرج اللي نحييها معناتها فهمت قداش تبع في ال بيرفكسيون فهمت وديما ما هو يقول لك ما تشبعش قد ما حاجه باهي قد ما تقول اي لازم فما ما خير اطماع معناتها مش اطماع معناتها نتاع لا ما اطماع باش تتعدى صوره خير باش تتعدى ايماج خير باش المتفرج يتلقى معناتها احسن مثلا هذه يظل كونكورونس هي غاديك راهو ماشي شوف هي نعطيك انا ملاحظه خاطر انا هكا نجيب شويه هكا العباد شقال فلوجه تبع حاجه تبع حاجه اخرى لا 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 انا نعطيك طماطيك انا الداتا وانت بعد اما فما حاجه تبع فلوجه خاطر هذه هي البارتي الثانيه تاع عمان معناها الناس داخله فما شكون حب يكمل معناها خاطر صار افي صار افي بوليميك كبير عمان والبوليميك عاون المسلسل في السنه كي بدا باهي نعطيك اربعه كتافي كيف قسمة العباد فما البارتي الناس اللي عاشت رمضان مازالوا في رمضان التسعينات يقول لك المسلسل مش نتاعنا مش تاع جو رمضان سمحنا لك انا نتبع في الصغار وفي الدري في الاستاذ في مشاكلهم مش نتاع جو رمضان انا نحط لي حاجه تمشي مع جو رمضان ماهيش نتاعي هذا هي البارتي من التوانس باهي فما اون بارتي تقول لك شو المشاكل هذه نعرفوها موجوده سي اكزيست لكن ماهيش تاع رمضان جيب لنا نوعيه تاع مشاكل لا نجم البلاد فيها برشا مشاكل تعرف نجم ننقدوا حاجات اخرى بيه. فما التروازيام يقول لك لا انا نعرف اللي فما مشاكل ما تصورتهاش هكا انا وليت في البريفي نوصل لين نجيب انا العالم هذايا دخلت له مع المسلسل معناها صار لي كي خذيت كونسيونس فما كلين دو عملتها فهمت بيا فما الرابع شو يقول له انا نقيم العمل فني ما يهمنيش مش مشكلتي انا تحب حاجه تبعني تشدني تحب ليكسيلونس فاربعه اربعه اربعه كترافي فما في البلاد فهمتني ما همش الأربعة كي بعضهم كل واحد كيفاه فما كي يقول فما ياسر نوستالجيك رمضان القديم يقول لك ليه صار تحويل وجهه للمسلسلات تقريبا ثاني يقول لك من 2009 من كاستين بعدنا عليك الجو الزمني تاعنا احنا اللي ساعات تجي لك حاجه تونسيه وطبعا حاجه على الاستعمار كذا حاجه تمس لك جو تونس فما شكون قال لك ليه تبدلت الجيل تبدل ما تنجمش انت في منافسه مع المنصات نتفليكس امازون برايم كذا الناس كل كونيكتي وانت تجيب لهم حاجه ما تجبدش الاودينس فهمت شنو كان كيف فهمت اي انا قلت معناتها اللي كانت هذه هذوما باش نمشي بشويه باش نحكي معك على الكل بشويه نفسر ربما نفسر كما كنا معناتها نحكيو قبل اللي ما عندناش معناتها التراديسيون تاع مسلسلات على الدور العام. يعني توسي وحده وحده ولا يعرف فما مسلسل رمضان مسلسل كنا متعاقين مع بعض كيما قلت لك معناتها فهمت ولا على ذاك يحكم على المسلسل على خاطر رمضان. على خاطر رمضان. معناتها ما يقولكش هذا مسلسل خاطر راهو ذاكر يقعد في ذاكر. اكزاكتومون. معناتها بعد 10 سنين ما تقولش هذايا نتاع رمضان هذا يكون مسلسل. تعاود هذوما اجيال من بعد فما ذاكر معناتها من بعد باش تتفرج في المسلسلات فهمت يقول لك هذا مسلسل تونسي فقط ماهوش بمناسبه شهر رمضان. تونسي يربط هكا هو على خاطر اعطيني جو تاع رمضان وهذا مش بتاعنا. وعلاش هكايا وانا توا رمضان علاش اخي عندنا وقت اخر باش نعديو احنا مسلسلات في اوقات اخرين هذه الفرصه الوحيده اللي باش نحكيو عليها على تونس باش نحكيو عليها على القاعده يصير على الاحداث على اليوم على الان على الان على هنا مانيش نقعدو في الخيال هي فرصه وحيده تتحل باش نحكيو باش نجبدو مشاكلنا باش نقولوا ها وشنو اللي عندنا ما عندناش
وانا نتحدى اي مواطن حتى خليهم بالنسبه لنا نشوف في الريزو سوسيو معناتها مش قاعدين يحكيو العباد اللي تقول لك كما قلت انت توافق علي ولا هذا مش نتاعي. اي خاطينا يا اخي من يجي المجتمع بالفكره اللي مش تاع رمضان مش تاع رمضان هذا تاع رمضان ما بعد رمضان احنا كل الاوقات لازم نغزل بعضنا مش ناخذ كونجي معناتها لا ما نغزلش شنو اللي عندي ولا ما نغزلش روحي في المرايه والا ما نحاسبش روحي والا لا لا يزن في كل الاوقات وبلا رمضان هو رمضان راهو بالحق هو دينيا وي اما حتى انسانيا معناتها خل نشوف خل نراجع روحي خل ندخل في ذاتي خل نوصل نشوف شنو اللي خل نشوف الحقيقه اكثر منها اجى توا في الليل تمشي كذب عليك والله العظيم احلانا قاعدين شيخين فهمت الناس الكل قاعدين معناتها رانا سويسرا مانيش سويسرا تخرج برا يضربك الشر مش مطر ولا ولا عباد ولا حجر والكلام الخايب وبرشا حاجات يعني مانيش في هذا اللي يتقدم اليوم علاش نقول لك انا توا خاطر ندخل اكثر لتلز على خاطر فما هالجراه هذيا اللي تحط قدام حقيقتك اللي تقول لك راهو هاو شنو اللي فما ما فماش والفن بصفه عامه راهو كاين ويتنبه هو خاطر يغزر في نظر اخرى يقول لك رد بالك خاطر برشا يقول لك كيف تفرجوا ولاو يعملوا لا لا انت راك تحلت عينيك وليت تغزر لها هكاك هما راهم يعملوا عندهم قداش اما صحيح مسلسل هذا قال لك شوف قاعدين يعملوا فما ناس في وقت فما ناس قال احنا في بالي به هذا ما تصرفش من لومبلور هذا ما تصرفش من اكثر من هكا على خاطر تقول له هاو رد بالك باش تو في اتونسيون باش 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 تعاود تخمم تقول بالغلطه مني منه وما من احنا الكل من المجتمع كيفاش لازمنا معناتها نتخطاو الشيء هذا ولو انه زاد العمل الفني ما يعطيش معناتها لي سوليسيون ما يقول لك اهو ساعات يحل لك معناتها كيفاش يعدل لك الشيء يعني باش باش يغزل الموضوع تاعي البوليتيك اللي صارت مع فلوجه معناتها وكانت بعضها معناتها الوزير واللي يدخل حتى فهم باهي باهي الخطا فهمت مانيش معناتها يلزم باش تتعدى الحاجه معناتها صحيه الحكايه باش تتعدى الحاجه مش بتقبلها الناس الكل باش تقول لك هاي شنو واحنا ما نعطوا الناس كلها تعرف في الكوره وفي الفن وفي الدنيا فهمت وتناقشك انا شفت ما نقرا معناتها ساعات يوجع قلبك علاش على خاطر تقول هالعباد هذوما اللي ماخذين زمام الامور زعما في الريزو سوسيو ما عندهمش حق يقول لك هاي طب الله توا هذا جابوا بعيد زعيم يقول فنان القدير شنو على دور عملوا ولا فيلم تقول بالله انت اللي شاد الريزو سوسيو هذوما وفي بالك معناتها تنقل وتعمل لو كان دخلت على الانترنت وتحط نعمل الحمد لله ماشي دافع على روحي ما نكذبش الفنان اللي شارك في الوقت الناس تشوف معناتها العبد اللي في بالك اللي في بالك انت شارك في عمل راهو عنده اكثر من 30 سنه فاهم المهنه هذيا وفما برشا حاجات معناتها وراه اللي انت تغيب عليك دونك ماذا بيك تحل عيني قبل ما تسب العبد ولا تهاجم العبد فهمت شوفوا بالهدايا وبعد نكملوا الحريه احنا مالوغوزمون في تونس المانك دو ريكونيسونس عنا ساهل برشا معناها ساهل برشا انه نقتل عبد جوستومون خاطر ما نراوهوش في التلفزه ديما والله كيما فما العكس كيما فما العكس انا نقول لك والله حاجه ممكن ما نعرفش نقولها فما معناتها فما اشخاص اللي خاطر تبعاتي في الميساج بالتهم او كل شيء فهمت فما عباد على خاطر كيف سمعوا اللي انا عندي خاطر ما نظهرش برشا في التلفزه صحيح ما نظهرش برشا في التلفزه فما شكون يعتذر فما شكون طلبني يعتذر اللي ما يعرفكش فهمت انسان معناتها ماهوش صغير معناتها فهمت يعتذر مش اللي ما يعرفنيش اللي يعتذر اللي ما يمشيش للمسرح يعتذر اللي ما دخلش لصالة نتاع السينما ويعتذر على الحالة معناتها نتاعو اللي قاعد قدام التلفزة يكتشف في اشياء وفي عباد وفي دنيا اخرى وتقول له راهو موجود هذاك البارح تقول لك سامحني انا بالحق نعتذر ونوعد اللي معناتها اللي يلزمني نخرج من قدام التلفزة ونمشي نتفرج في السينما ونمشي نتفرج مدام الشيء هذايا ماهوش لهنا كهو ما نقعدش نستنى اللي يجي لي هاني نجم نمشي له انا بالضبط الثقافه في تونس خلينا نقول تلفزه سينما غربيه شويه يعني خلينا نقول لك نحكي على 10% مسرح اذا ناخذوا الناس الطبقه اللي تتبع بغض النظر نحكي على الناس اللي تتبع تلقى 10% مسرح برشا سينما وسينما غربي يعني ممكن كان نقول لك اخر ناس اخر فيلم خرجوه تونس ما يسمعوش بهم ما يعرفوش ويمشي هكا معناها وبرشا تلفزه في رمضان اكثر اذا نحكي على التلفزه التونسيه هذه هي النقطه باش ما نظلموش فما قبل كان مثال المسرح حتى الانتاج اقوى من هكا ما كاينش فما شكون يغطي عليه توا تغطيه كبيره صايره على المسرح وفما تقصير حتى من الناس اللي شاد المسرح حتى خليه يقول لك الاشراف بيدو اللي على المسرح ضعيف برشا
ما نوصل نفكر كواليس تاع السياسه التمويل وكذا ما هي المهبط بطبيعه الاضعاف على قبل والجينيراسيون اللي طالعه ومشاكل البلاد والناس كيفاه عايشه اللي هي تمشي اكثر التلفزيون والسينما وكيما قلت لك سينما التونسيه لوغ زيرو باش يتبعوا نحكي سينما غربيه بالاساس علاش علاش كي تجي باش تحكي على ممثل عنده في المسرح نحكي لك انا الجيل الجديد نسمي لهم الاخوان باش تكون تعرف المسرح ما يعرف حتى حد الجيل القديم متوسط العمر نتاعي ولا اللي فوق مني يعرفوا لك جيل عبد القادر مقداد وجماعه الخدم خاطر كانت الناس تتبع اعطيني انت تو في الخمسين جاي اعطيني مسرحيه تونسيه تحطت في التلفزه في سهرين الناس الكل تتبع فيها فهميش نحات كانت قبل موجوده معناها الضعف هذا خلى المجتمع ريالمون يبدا متاثر برشا بالتصوير الجديد كيما قلت ريزو سوسيو سينما غربيه بالاساس انترنت وضعاف برشا الاهتمام او معرفتش شنو الاعمال المسرحيه قاعده تقدم حتى كنا نحكي على معني حاجات مرموقه وناس فريمون تخدم بالكدا بالكدا مهماش هو ضعف كبير كيما قلت لك اون بارتي من مسرح بيدو جايه فاون بارتي انه ما تكونش الجيل انت مش بتاع الفلوجه الفلوجه تحكي على الليسيات وعلى الكولاجات شنو مستوى المسرح بالليسيات في الكولاجات يعني باش يربط الجيل بالمسرح يجي من غادي نعرف فما بروفيت تاع مسرح وناس تقري لكن النيفو ضعيف ياسر ما يخرجش التلميذ مربوط بالمسرح من الكوليج نتاعو يعني عرفت هيك كالدور اللي لاصقه بعضها ما سبعاتها مش هي الكل فاللوجيك اللي صار يعني البوليميك اللي صار يقول ما نعرفوش احنا العباد هذوما الجيل الجديد اللي نورمالمون هو اللي باش تكون اسس به انت المستقبل الجديد يقرا ماتير مسرح حقرا ممكن ما يدخلهاش ما يعرفهاش ولكن هو هي اللي باش تربط اذا كان عنده يعني مسرح في اللي هذا اللي كان عنده قبل كان يعني انت كان ترجع مغرب الممثلين الكبار هما صغار دخلوا المسرح صغار برشا اكثر ما عادش موجود يا جماعه ايه صحيح معناتها انا جا قلت لك فما امل كبير مش توقع فما امل كبير معناتها هذا قاعدين نحسوا فيه ونشوف فيه معناتها عند الجينيراسيون اللي جاي بالمشاكل اللي عندهم راهو الدنيا كلها على خاطر مسايبين الفارتين ماهمش لاقين كيفاش يمشي اللي كان قبل كانوا قبل على خاطر يمشيوا للسهل الممتنع سهل يعني يراك هكا في التلفزيونات باش يحب الشهرة في ساعة في ساعة يحب يتعدى فهمت وبعد بشوية بشوية فما رجوع كبير أنا أشوفه في المعنى حتى في القاعات نتاع المسرح وحتى في القاعات نتاع السينما فما رجوع للي جون اللي اليوم يحبوا يتفرجوا واللي يجي يتابعوا حتى من 18 سنة 19 سنة حتى ال 25 سنة تحس اللي فما جمهور آخر اللي قاعد يحب يكتشف يحب يشوف شباب فايق فايق برشا وحتى بالعباد هذوما هني نقول لك علاش قاعدين نمارسوا فيهم خاطر نحن في التراب حتى بالنسبة للعباد للشهرة ما عادش يكلموك على خاطر أي نحب راني نعمل كاستي ولا يسألك وين نجم نعمل فورماسيون فهمت من الأسئلة من لي دوموند معناتها اللي يجيو تفهم اللي فما حاجة تتغير فما يقول لك خاطر قاعدين نتفرجوا وباهي برشا اللي قاعدين نتفرجوا فيهم نحن اليوم اللي خاطر تفهم اللي فما زاد رجوع للمسرحيين حتى بالنسبة للممثلين بالنسبة في المسلسلات واللي هو زاد أضاف علاش خاطر الأخرى كانت ستار باساج أكاها وتصويرها أكاها ولكن بشوية بشوية فما رجوع للبرشا ممثلين نتاع مسرح وممثلين اللي رجعوا للتلفزة وقدموا إضافة كبيرة كبيرة برشا في العمل هذي فهمت علاش نقول لك فما أمل على خاطر فما حاجة قاعدة ترجع فما حاجة قاعدة ترجع سواء في الأعمال أو فما حتى من العباد اللي قاعدة تتبع في جينيراسيون جديدة اللي تتسائل وتشوف وتحب تطلب مش نمشي نمثل خاطر شفت لك الممثل ولا اللي يقول لك وين يقراوا يحب نتعلم يحب نشوف وحتى أنا مش نقول لك معناتها حتى بالنسبة لل أنا خدمت في المسلسل مش تعرف جنجول مثلا معناتها الإنسان قديش على خاطر يغني على خاطر عنده ديكليب على خاطر عنده موهبة على خاطر دخل في تجربة وشفتوه اللي فما حاجة هبطت اللي في آخر دولي كوليس معناتها اللي سكتوا فيه هذول قعدت ساعة يبكي على بعد ما فاتت الوحدة يعني فما حاجات تتحرك عندهم من الداخل وبكل تواضع معناتها فهمت بقول لك انا دخلت التجربه هذه بكل خوف وعلموني ورمي امرني مانيش نتاعك اللي هاي هاني استعمل اللي بالحق توا يلزمني نعمل اول مره معناها بالنسبه لي هو كنت اول مره يمثل اول مره يمثل في مسلسل لكن عنده ديكليب واحد كل شيء فهمت مش كيف اما مش كيف لكن التجربه تاعو فهمت يحاول باش يطور وقلت له مش على خاطر اللي توا هاني في مسلسل زاد مشهور مثلا هكا توا سهل لا
ولا يخاف اكثر من اللي معك يقدم خطوه، يخاف اكثر من التجربه الجايه كيز يحضر لها. وهذا مؤشر حلو، مؤشر حلو. وهو المسرح هي خطر احنا في ميتزو نرشها زميله كذا كان في ميتزو حمد الثيم حمد اسمع نعطيه جايزه شكون يطلع الحمد لله نعمل سكتشات ونخرج معناتها قدام العائله باش نمثلو بون معناتها بعد كل واحد وفي المشي لكن راه موجود معناتها في العائله الدماغ الفني الفني موجود سواء تمشي معناتها باش تخدم ولا باش تقعد تتبع فيه ولا باش تقعد كل حاجه تشوفها بعيد لكن وشوف راه الفن يبقى فن حتى في خدمتك راه مش كون يعني مش الانسان ماهوش مكان فما فرق ما بين واحد يخدم خدمته ويتقنها فما واحد يخدم خدمته فن ويدخلها اكثر. هذاك شنو كنت نقول لك اللي احنا معناتها تعدينا التجربه مسرحيه. شاركت فيها بالطبيعه. دوك انا استاخ مانيش منزو. دوك شاركنا عملنا دي سيونس دو كوتشينغ تياترال على تقريبا عام على معناتها المرحله الاولى والمرحله الثانيه وبعد قدمنا مسرحيه كتبناها نحن كتبناها مع العباد اللي قعدوا في الاخر معناها مع مدام هيله عييت. دونك كنت جينا هنا طبعا مع تسي البروديير اللي بحق اللي تعيشوا في خلينا من بارتي الاخرى هذيك نتاع ان عملنا وصلنا الخشبه نتاع المسرح وكل لي سونتيمون هذاك عالم واحد اخر حتى لي زيكزيرسيس والكوتشينغ اللي تعملوا والتمارين والفورماسيون كلها كما قلت انت من بعد كلكو باغ في حياتك يا حتى انت تعملها من زيكزيرسيس تنساهم هذا احنا كنا نعمل مره في الجمعه وبعد نجم ناخذ مره روحنا تلقى روحك في ابروش في خدمتك في ابروش واحد اخر تلقى روحك فما حاجه من المسرح قاعده تخرج فما حاجه فما اكزيرسيس عملته فما حاجه تعديت انكونسيامون يخرج علاش نقول لك المسرح الباس علاش توا فما برشا كما قلت انت المسلسلين خاصه السنة ظهروا حتى في رقوش فما برشا من مسرح جايين تقول لك عندي 12 سنه انا مسرح عندي 20 سنه مسرح عندي قداش من عام مسرح وقت انت اول مره تشوفها في التلفزه وقت الاخر كيما قال مهدي احنا سوسيتي نتاع كونسوماسيون التونسي بخير باش يمشي قصتي كاين نتاع مسرح ويشد الصف الوغ في التلفزه قاعد يزابي وكهو يقول لك اول مره راه هذايا العمين يجي بالنتيجه كيما قلت لك شفت كيفاش معناتها المسرح ماهوش معناتها كفن على خاطر اجا هو مسرح باش يمثل ولا حتى كان متفرج باش يتفرج او حتى بالنسبه لخاطر بيسكو جو في لا فورماسيون انا قالي سامحني في المسرح الوطني مدرسه الممثل في التكوين ديما شنو نقول معناتها على خاطر نتعامل مع انسان ممثل هو انسان وفي مهنته اللي هو معناتها يخدم بنه وبروحه كيما النجار كيما شنو اللي عنده دي زوتي سوف كو الممثل الانسان يخدم الشيء اللي فيه اللي فيك واللي فيه واللي فيه يعني على قد ما يعرف روحه على قد ما يتقدم على قد ما ينجم معناتها يتحكم وسي نورمال الانسان شنو اللي فيه وقد ما تفرط روحك واحد مش لازم شنو اللي يمثل راهو مش لازم لا اما كيف نكون في في في, في الخدمه نتاع الممثل فهمت في العمل معناتها نتاعو كيفاش يعمل وكيفاش يخمم وكيفاش قد ما نعرف روحي اكثر قد ما نطور الانسان اللي فيا وقد ما نكون نعرف الادوات شنو هي ونتحكم فيهم اكثر وكي نمشي نخدم مهما خدمه معناتها كانت نلقى روحي متطور معناتها على زميلي اللي قاعد قدام التلفزه شو القهوه ماشي ضد التلفزه ماشي ضد القهوه لكن راهو فما حاجات لازم تكون متوازن فيهم. اكزاكتومون احنا ممكن شوف احنا في لونتربريز فما اللي دي في اللي يخدموا في لونتربريز اللي هي ال خلينا نقول لك البارلي اون بوبليك بارلي اون بوبليك كيلكو سوا انت في باش تقدم شركه في ايفينمون في راديو في فورماسيون في ريونيون معناها قبل مع دي كليون اخرين الناس اللي ديما تنجح هما اللي عندهم الفورماسيون ديال الكوتشينغ تياترال معناها حتى تو خرج ولا قاعد يدخل في تو سكي سوفت سكيلز
البريز دو بارول بالبليك او مود تياترال، معناها اللي انت تحكي فيه قلت قد ما تلوج وقد ما تبدل فيك حاجات لانه الجوفلي موجود في الانتربريز، واكثريه احنا يجب الكوتشي تياترال في توسكي بابليك سبيكينغ، معناها البارلي اون بوبليك، وفي يعني بيزوان من لي كون بيزوان من الحاجات ممكن اللي جابت عليهم تكسب الثقه في نفسك وتقرا حتى الاخر معناتها فهمت معناتها قلت لك معناتها الانسان راه سيناريو ماشي ملكات والطاقه معناتها اللي عنده سوف كو ماناش قاعدين نلوجوا فيها فمعناتها قلت لك كيما النجار تصور النجار مازال ما يعرفش اللي عنده منشار وعنده طاقه وعنده مسمار يعني مازال ماهوش نجار فهمت كيف كيف تخدم معناتها على حسيسك على 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 الخيال تخدم على برشا حاجات اللي هي سيتان اونترينمون باش الشيء هذاك يكون متطور وعالي فيك باش تنجم تقدم مخير باش تحكي مخير كل كسوة لي سيجنال في حياتك بغيت نفهم مش انا احنا لو يجونا مع حتى لو مديري تاع شركات بالحق مع هذا انا خذ بالك انا ما نجمش نعبر على فكره اي ما نجمش ان نخاطب عباد عندي الدنيا كلها ما نجمش المسرح يعاون في الشيء هذا المسرح يعاون كي تتفرج كي تخدم كي تعمل اكزيرسيس سي تري امبورتون المسرح عنده طبعا انت احنا جبنا بك انت نحكي على فلوجة والعلاقة بالليسيات والليكوليج عنده علاقة بال خلينا نقول لك الناس اللي تقري المسرح في الليكوليج وفي الليسي ولا لا يعني فما تواصل مع الناس هذية ولا لا فقلت انت اذا باش تبني ناس قادرة تحكي البيبليك قادرة عندها ثقة المسرح يعطي ثقة في النفس يعني قادرة تاخذ ثقة في النفس من صغرتها تعرف تتأقلم على الموقف اللي تتحط فيه très important لكن اسكو مع التو البيك اللي هابطه في الـ في الـ في لي كوليج وفي الـ في الريسيبس في عامه اسكو فما ما يخلينا نقول تقطير من المسرح نفسه من الناس اللي بروفيسيونيل مسرح للناس اللي تقري مسرح في لي كوليج وفي وحده والله فما برشا برشا زملاء يعطيهم صح فما الاختار فما الاختار معناتها فهمت باش يمشيو التكوين في المدارس وفي لي كوليج وفي انا مثلا من عمل فيه معناتها فهمت انا استاذ بالاساس معناتها تاع مسرح وقريت عام لكن عرفت اللي انا ما نجمش نواصل في الشيء هذاك ما يديني حاجه اخرى مش المنتوراج نتاعي المنتوراج نتاعي فقدمت استقالتي قالوا لي كيفاش تقدم استقالتك مسمار في الحيط وما ادري شنو وليت مشاريع وتعمل هكا وتعمل هكا قلت لهم انا ساعه نحمل ساعه فلوسي اول حاجه وثاني حاجه راه ما نجمش نغيب على العباد هذوما خاطر هذوما صغار وعندهم امل فك المسرح هذاك وعندهم شيخه وانتظارات وانا ما نجيهمش يولي كان المسرح كل فكره اللي كانت عنده تولي تدخل معناتها فهمت تولي تقول لك كاسر هكا دونك انا نخير نبعد يجي غيري فما اللي شد بالحق وفما اللي مازال اهو شهريه يعني فما منا وفما منا باش تقول معناتها فما شي جهات خير من جهات بالنسبه للمعطى المسرح حتى المدارس والديكوليج خير من غير خير من غير هذا معطى حاجه لكن حاجه اخرى زاد راهي مسؤوليه زاد نتاع الدوله نتاع برشا حاجات تنجم راك تحب تعبد معطيني الساعه وين وكيفاش وقتاش وبرشا حاجات معناتها توا حتى الزملاء اللي قاعدين يقدموا في برشا حاجات معناتها فهمت ما تلقاش كلاس معناتها ما تنجمش تقدم شيء تطلب صاله معناتها تقول لك الدنيا بحدث صارت موجوده فهمت بالذات عندنا معناتها العباد معناتها قاعده تجاهد قاعده احنا دور ثقافه ما عندناش داخل الجمهوريات معناتها مسارح ما عندناش داخل الجيت وهذا علاش قلت لك معناتها مسؤوليه نتاع الدوله نتاع السياسه الثقافيه معناتها اذا كان نحبوا نسلكوها لازم نمشيو هذيك ماهوش انفستيسمون في بين قوسين هكا قد ما يكون فما بوليس على قد ما نحميهم معناتها زعما روحنا على قد ما ثم ثقافه على قد ما عادش في جمعيه مقاومه العنف في المدارس في الليسي في الكوليج من الحاجات اللي اقترحوها وقتها انه يكون المسرح اون بارتي من المسرح تخدم تنقد العنف في المدرسه مع الكلام ذا بيدهم هما هي يقوموا يعملوا المسرحيات اللي ينقدوا بهم العنف المدرسي ولا العنف في الاوساط اللي دايره بيه بصفه عامه المشكله اللي تلاحظ انه فما برشا دي كوليج وبرشا دي ليسي المسرح ضعيف يكاد يكون مش موجود اثنين ما يشجعوش التلامذة انهم ينخرطوا ثلاثه خلينا نقول لك الاوليه بيدهم ما عندهمش ثقافه انه مدرس المسرح والاستاذ المسرح هذاك ينجم يعطي البلوس
ويكون عنده يد مع الصغيرات اللي فيه باش تبدل المنتوراج اللي هما فيه والافكار اللي داير. خاطر المستوى العنف في المدرسه والعنف في الكوليج في الليسي في تونس معناها كبار معلق مشاكل. انا الكونسيبت الكل وقت نذكر في الجمعيه اقترحوا قال يعني المسرح اذا نحكيو لداخل نحكيو من الداخل المسرح خلينا نقول بشان الكوتي برينسيبال خاطر خلينا نقول لك التلميذ العنيف خذيه هو التلميذ على باز اجي تي برشا ما هو ناقص برشا تكوين مش لاقي وين يحط الطاقه نتاعو ويكون مع الانتراج الخايب برشا في توك الحياه الشعبيه انه غادي يصير لك الكلام نتاعو. اي بالحق معناتها خاطر برشا حاجات بدلت احنا كيفاش ربينا ربينا على النوادي نتاع المسرح ناويين على النوادي المطالعه ونوادي الشطرنج والبيك بونغ وكان ثم دور الثقافه حتى دور الشعب راهو حتى برشا السياسه فيها معناها ولكن ثم دور الشعب موجود معناتها في المناطق الداخليه يعني عندك في تنجم تنفس بالشرقة معناتها باش تمشي فهمت وطالع وكل نقاب واعطيني قصة وتمشي تاخذ يعني الأرضية كما متوفرة اليوم عاش قلت لك معناتها مش المسرح هكا هو ماهيش الشخصية كيف تتعدى هذا كذا نتاع اللي خدمت هنا في موجود بكثرة ماشي فريق هكا هو موجود معندوش حد تقول له هذاك ثقافة تقول له مسرح تقول له اجي نتفرج وتصور هذاك شنو مش فهمت باش باش تبدا تقول باش تبدا بهوا نبدا بالجيل الصغار منين باش نشدوها فهمت يعني فقدنا هذيك اللي موجوده موجوده معناتها عند قبل كنا ماشيين 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 ما تعرفش شنو اللي صار فهمت برشا حاجات تبدلت في التفكير في الانترنت في الدنيا فهمت ماشي الدنيا شي صحيح علاش قلت قبيله كفما الامل على خاطر فما يظهر لي كاين بالحق معناتها فما قاعده دور قاعده دور باهي مسلسلات كيف هكا وخلي يسبونا قلنا ما عندناش ومش هذيا ومش راح ندير كل شيء المهم نحن عارف راه قاعدين نراو في برشا حاجات اللي قاعده تتغير في الشباب شوي خاطر نحن مش قاعدين في المسلسل هكا هو لكن بعد المسلسل على طيله العام قاعدين نخدموا في التراب ونشوفوا الافاكت تاع الشيء اللي قاعد يصير فهمت سواء كان في قاعه العروض نشوفوا معناتها العباد اللي قاعده تجي تتفرج شنو شرايح موجودين والى طلبات معناتها شنو اللي فهم يمشي شوف في مدينه الثقافه اليوم فهمت بالنسبه للكلوب سواء كان مش مسرح هكا ولا مسرح ولا موسيقى ولا سينما وشوف معناتها بالحق تونس نتاع غدوه ترى تونس نتاع غدوه ترى ترى فهم انت الدور نتاعك خذيت دور للمتفرج العادي يقول دور خايب دور مش باهي حكينا انت القائم بالدور نفسه معناها حكينا على الدور انت كفايه اول حاجه كفايه عشتو انت والناس اللي تعملت شويه ساعات اش عمل والله اللي يعني شباب بحق معناتها ما عنديش حتى علاقه بيه جنب واحد اي حتى العباد اللي يعرفوني معناتها كانوا كل الناس ما نعرفك اما كرهتك معناتها ما كداو هذاك التوفيو معناتها التوفيو كان صاحب ما كان المساج مش هو المساج على خاطر باش نراو مش سي با مش نعمل حمد خو حمد فهمت ماهوش هو هذاك سي لي بيرسوناج معناتها فهمت تتخلص منه اجا والباهي والشر والخير فينا الناس الكل اما تقول شنو اللي يهز الخير يكون باش فيك شنو الشر باش يلف فيك اون جوج با لي بيرسون اون جوج معناتها الوضعيه الوضع اللي انت فيه واللي خلاك هكا مانيش نقول راهو هذوك العباد خايبين ما همش هما اللي خايبين اللي وراهم هو اللي خلاهم خايبين هكا والعباد هذوك ما همش هما هكاك راهم باهيين راهم الظروف اللي وراهم اليوم باهيين يعني الشخصيه هذه كيف تمشي باش تناولها باش تناولها ساعه بانسانيه كبيره برشا تحب وراهم مش معناتها تحبه مش معناتها تبرر له تحبه خاطر يسخفك على خاطر زاد هو ضحيه زاد تفهم اي تفهم هو بيده ضحيه وهذاك شفت معناتها الشخصيات ماهيش سلبيه معناتها في الاخر الكل معناتها تتحب يعني اون جوج بالي بيرسون معناتها فهمت راهو الكل في الاخر باهيين والامل اللي موجود اما هات مغيروا حاجه حتى كل شيء تنك يتبع باش يكرهوني خلي يكرهوني خلي يقولوا اي هذاك راهو يتكره هذاك راهو ما يلزمش يكون موجود يسمو وتمشي معاه جوسكو بو ما عنديش مشكله باش نجي مثلا باش نقول يا محلاه يا نحبوه يا والله درا شنو يا والله مزيان يا والله يا ما 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 يلزم ذكر هو يلزم الشخصيه هذيك الشخصيه مش عارف الشخصيه يلزم نكرهوها يلزم نعملوهاش يلزم ما نكونوش هكاك يلزمنا خلينا عليها تعمل هكا تقول اه حتى اللي هو فيه يقول اه انا هكا هذا هيش معناتها مرايه وفي رمضان
ويجا حاسب روحه مراك هو رمضان تجاهد وحده كل شيء باش يدخل الداخل يقول اه انا هكا روحك وين ما انا هكا ما يلزمنيش نكون هكا خلينا نريوه اي به في رمضان مخط خلاف التراويح والصلاه والصيام والعباده رجعت روحك رجعت روحك ولا ما رجعتش احترفت ما احترفتش مش تقول لي لا لا الشيطان ما فماش لا لا فما الشيطان ما يزال يردوا بينا وكنت تحكينا شوية على الطفلة الصغيرة اللي مثلت معك كيفاش كنت تعاملت معها مسرحية بالأساس راوي أتوا تشوفوا شو لقطات أتوا مازال ما يخرجوش ولا اللي أوف راهو عائلة سعيدة جدا عاملين مع طلبة لقال قصة أخرى متحدث معناتها كيف كانوا كوبي مسلسل عزيزتي سامحني زيتي كثرت عليك وليت جدا والولاد فهمتوا نقعد ونفطر مع بعضنا وتعشيو مع بعضنا عائلة هما يقولوا أكسيون وهي تاكل بعضها نار هما يتحولوا هما يتحولوا معناتها تاكل بعضها الكل ريحان معناتها بالحق معناتها شفت علاش قلت لك معناتها عباد اللي هذوما اللي جينيراسيون معناتها ماهمش جايينها معناتها باش الشهره كهو يخافوا يتسائلوا يسالوا يحبوا يتعلموا يفرسيوا على ارواحهم يحبوا يقدموا معناتها بريد بريد سائل كيما هذيك بتاع الصباح هذه مقبوله ما تنجمش تكتب معناتها الاول تجاوب لي بدي معناتها كيفاش عملت هذوما ما تخش العمل بالسهل فهمت لا لا معناتها يحبوا يقدموا ما خير يحبوا يعملوا كل وحتى صار توصي اللي معناتها ما نعرفش معناتها انا من قبل لكن بالحق معناتها كانسان تبقى عباد تخاف معناتها مش ترى فيهم هكاك تخاف بالحق على كل خطوه باش تعملها ماهيش معناتها بتاع اي حق الستار من بعد هذيك حاجه اخرى تو ستار ولا شنو انا بالحق اللي في الاصل نحكي عليه تعاملنا معناتها مع بعضنا عباد اللي بالحق تحب تقدم القدام ماهيش بالشكل لكن بالعمق نتاع الحاجه وهذا بتاتر اللي خلى المسلسل هذا مش باش نقول خير ولا مش خير لكن عنده نقطه فارقه شويه فهمت خلال اهتمام والناس ركزت معاه كان صادق كان صادق في طرح وفي تمثيل وفي برشا صادق بس عرف شو عرى خرج التيران المفروض نو كان قوي خليني نقول وخلى العباد الجدد تولي ترى تفاصيل خاطر تركز مع الحاجه اللي ديتاي تبدا تركز معاهم كي تفرج هكاك اون سوبرفيسيال ماكش باش تلاحظ شيء ممكن العباد باش تشوف شما في اللقاء الاخر يتبعوا العباد مش ما تبعوش مي الفوكس الكبير صار على فلوجه ويدو لي ديتاي اللي تحكي لي شفت من العباد لي ديتاي ولباك كيما قالت خوله الحلقه الاخرى والميساج تاع الناس كيف اللي تعرفتها يعني رجعوا فما بريز دو كونسيونس صارت فهمتني أي أنا ممكن بعدين حاجة نعطيك أربعة كتر في المجتمع التونسي حسب يعني عملنا هكا شوية على خش سونداج الناس اللي فما ناس بدات بافي وفات بافي أخرى تبدل في لافي تطلون تاع مسألة أي صار ما فما بريز دو كونسيونس قالت لا بدات تبدل فما حاجة فما دي كوتش سوفت سكيلز موجودين على الإنترنت يحكيو سورتو لي كوتش بارونتال اللي لاهين بالصغار اللي ينصحوا كيف تتعامل مع صغير فما كيستيون تعدى نكملوا بها هذا وبعد السؤال الثاني يسموه سايبون كيف اسكو نخلي صغاري يتفرج ولا ما نخليهمش يتفرجوا؟ لي زادوليسون مراهقين نخليهم يتفرجوا الاجابه كان يس ممتازه يلزموا يتفرج ويلزمك تفسر لهم بريز دو كونسيونس اللي تصير عند الكبير زي ما تصير عند الصغير إذا هو قبل الكوليج أو بشيش في الكوليج إذا هو في الكوليج يلزم يدوى إتر كونسيون إذا هو في الكوليج ما فيش مشاكل هذه لازم يعرف مع بعض صحاب أخرين عندهم المشاكل هذه لا بريز دو كونسيون كان لازم يتفرج وتفسر له ما تقولش ما يتفرجش أو يتفرج واحد في التليفون راهي غلط ما يتفرج فكان فما اورونتاسيون عملوها لي كوتش بارونتال فريمون برافو يعني تبعت شويه على ريزو سوسيو مش ما يتفرجش يتفرج و واحكي معاه اللي هي اكثر من هدايا يمكنها اللي حتى لي بارون اللي شفتوا انا اللي تبعوا في المسلسل هذا ماهوش كان فرجه كهو لكن قاعدين يتفرجوا كيفاش ينجموا يتعاملوا مع صغار وليه وكيستيون تسال حتى ما كنت باش نتعامل انا مع صغيري وهذاك شنو اللي صار يعني الكوتشينج اللي صار زاد فهمت المسلسل للي بارون فهمت ازرافير معناتها الشيء قاعد يشوفوا في شنو معناتها العالم نتاع ولادهم شنو وشنو اللي قاعد يصير وكيفاش انا لازم نتعامل مع ولدي تو فهمت بطبيعه على خاطر زاد هو
نحن نحكيو لي بارون خاطر مازالو زاد هما يلزمهم يتفرجوا زينا مع صغارهم اللي بالحق يشدك يقول لك استنى خلينا نشوف انا العالم شبيه هكا في بالي شبيه هكا كيفاش تصرف هكا وانا هاني نتصرف هكا وانا كيفاش ويا تصرفت انا مره اخرى ما خليش عملت هكا وانا شبيني ما سمعتوش فهمت عاش خاطر هكا كلنا ما بقاش مجرد باش نرجع لك من الاول مسلسلات ماشي كونكورونس انا هي احسن وانا هي باش نمر وها التخمه لا شنو اللي يخرج المسلسل هذا شنو اللي مس يقعد على خاطر الذاكره ماهوش نتاع رمضان اكاهو شنو هو الواقع نتاعو ماهوش ثاني اكاهو شنو اللي غير محتاجين الغذاء الروحي الفني فهمت باش ينجم يواجهوا به الشيء اللي قاعد اندستري كامله اندستري وفق عقليه نحن مش نقول باهي كي نجيو على الخبزه لا يقول لك انت توا فن تحطوا فلوس طب ليه وقت وانت راح السكر ما لقيناش الناس هاو نعطيك الخبز تعرف تاكلوا تعرف تاكلوا تعرف تتبنوا مش حكايه تاكل بعد ما تاكلوا تقاليك شو تعمل بها تتبنوا بمعنى تعرف تعيش تعرف تعيش هون نعطيك الدنيا كلها اما تعرف تعيش والى لا هذا هو اسمعنا طولنا اول مره نحن ساعه دقيقتين مش خلوني لك انت تقريبا اول مره تحضر في ريزو في اونتربريز هكا في راديو سمعت في اونتربريز راديو اول مره خلي لك كلمه الختام ان شاء الله ما طولناش عليك وما كناش رزقنا حد نسلم على حسين حمد بالاسم بالطبيعه على خاطر زاد من خلاله هما من خلاله هو اللقاء هذا نشكر برشا خويا سي حسين حمد هو شقيق سي نعمان حمد حتى الاخير تقريبا الحكايه جات في سهريه هو استاذ عقلك اجا اي والله ما جات معناتها اقتراح معناتها فهمت خطوه بالقطع معناتها حتى معناتها اشكال بالعكس فهمت مش على خاطر هو معناتها كهو على خاطر سافي بارتي زاد منا نحن من الميساج نتاعك من الرساله نتاعك لا والله بالحق تو كان برشا عباد اليوم خاطر يمكن انتم مجيش على بالكم اللي هما العباد بالحق فهمت كي تكلموهم راهو يجي فهمت اون بروسبير معناتها عندك فكره فنان خاطر مهمتنا برشا عباد اللي بالحق مش حكيت اني نخدم هكا هو راهي بس ميساج بالضبط كل شيء بالحق تبي العقلية مانيش كل واحد عايش على روحه وانت منشيره ولا منشيره لازم اليد في اليد فهمت وبالعكس في نلقاو اكثر باش تتوصل الميساج باش ننظروا لتونس الغدوة ما نجموش نخدموا كل بحالنا برشا عباد عطاو كان هذا الحق معناتها نقولوا ان شاء الله ما احنا راح نشوف انا عن طريق شكون يجي احنا راح نجي بالعكس مضى بينا سعداء جدا كنا فريمون فرحانين تصور اللقاء نفضلوا برشا عباد تستنى نشكرك برشا يعيش نشكركم هذا اكثر فما في لوجه تروى ولا بعد الفنان هذيك والله ما نعرفش انا شخصيا ما تبرعش انا شخصيا لكن بقينا شنو فهمت ما تعرفش معناتها ديما لا كرياسيون معناتها
ما تجيش على مخ اون سي جامي اون سي جامي. سي عمر محمد كنت على اول ريزو راديو سوميزو. ميرسي يعطيك الصحة حسين رومان، انك جيتنا وشرفتنا، ان شاء الله ما نطولش عليك، ما تعبناكش، ان شاء الله تعاودينا مرة اخرى. فوالا.